ورجعنا لكم مره تانية في كلام البنات، ودلوقتي هنتكلم عن بيتنا. بيتنا يعني لمه الاسره والعيله والاولاد، نصايح الام لاولادها وارشادات الاب لابنائه، الحب والحياه والفسح والخروجات، كل ده مش هتشوفه او تسمعه غير من بيتنا. عشان كده ضيفتي في الاستوديو قررت يكون بيتنا هو عباره عن موقع الكتروني شامل بيتكلم عن كل ما يخص الاسره المصريه من نصايح وروشتات علاج وارشادات مهمه للمراه في اللبس والطبخ والشرب وكل حاجه. خليني ارحب بضيفتي برئيس التحرير بيتنا الكاتبه والصحفيه اميره فوده، نعرف منها كل التفاصيل النهارده. اميره ازيك؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا مبسوطه قوي بالموقع ده الحقيقه، لانه انا بحب جدا لما اكون حيرانه من حاجه ومش عارفه يعني اروح لمتخصص، فلاقي قدامي المتخصص ده في موقع الكتروني اخد منه كل المعلومات بتاعتها. لو حبيتي تشرحي لي موقع بيتنا كده في كلام تقولي لي ايه؟ موقع بيتنا هو بيتنا، يعني كل حاجه عايزاها في البيت هتلاقيها موجوده. اوكي. محتاره تطبخي ايه؟ هتلاقي عندنا اسرع واحلى واسهل وصفات. حلو قوي. محتاجه استشاره طبيه هتلاقي، محتاجه استشاره في الفاشن هتلاقي، محتاجه استشاره في الجواز هتلاقي، عندك مشكله شخصيه هتلاقي، عايزه تعملي حاجه في الشعر، في الماسكات، في كل شيء. كل حاجه. بلس كمان والام بقى لما تكون محتاره في مثلا ام لاول مره نيو ماذر تعمل ايه؟ برضو عندكم حاجات تخص كل الملف ده؟ كل حاجه. كل حاجه. احنا بنخاطب كل شرايح البنات، يعني احنا حاولنا واحنا بنأسس الموقع ده ان احنا ما فيش بنت او ما فيش ست لو دخلت ما تلاقيش حاجه مش عاجباها او ما تلاقيش حاجه هتهمها او هتلفت انتباهها. حلوه قوي قوي، ده فعلا ناقصنا جدا يمكن الفتره اللي فاتت. بس ايه اللي خلاك تقرري تعملي موقع بيتنا؟ هو بيتنا طبعا زي ما حضرتك قلتي هو موقع متخصص في المرأة. صحيح. التخصص دلوقتي بقى هو اللي سائد عالميا. يعني انا الكونسبت بتاعي تخصص تتميز. حلو قوي. انما انا ما كنتش حابه اتوه نفسي في حاجه مش هتحقق لي اولا الهدف اللي انا عايزاه ومش هتوصل للجمهور اللي انا عايزاه باسرع وسيله واسرع طريق. ده الموقع معانا على الهواء هو دلوقتي حالا. كل حاجه، لايف ستايل، مطبخ، طبيب، حاجات كتير الحقيقه. دي صفحة الموقع صح؟ مظبوط. هنكتب بيتنا؟ بيتنا، نخش على جوجل أو على اليوتيوب نكتب بيتنا. هندخل على الصفحة على طول. عندكم كام فولورز دلوقتي يا أميرة؟ 56. حلو قوي. حلو قوي قوي. قد إيه بقى عملتوا الموقع؟ بقالكم قد إيه؟ بقالنا 3 أسابيع. حلو قوي. بصي حضرتك، إحنا أول ما ابتدينا ما كانش عايزين ننجح بسرعة، مش ده كان الهدف، احنا كان عايزين نوصل للناس بسرعة ومن ثم هننجح بسرعة. صحيح. انما ان انا انجح وخلاص، لا ما كانش ده، يعني كنا هنبقى من اول يومين ثلاثة حطينا كل اللي عندنا وخلاص، اللي عندنا خلص. لكن احنا في الموقع حتى هذه اللحظة بنشتغل بنفس الطاقة اللي قبل ما نطلع بالموقع علشان نأسسه، عشان نعمل حاجة تهم كل الشرائح. لكن ولادة الفكرة نفسها موقع بيتنا، ايه الركائز الأساسية اللي بيسلط عليها الضوء موقع بيتنا علشان تقدروا تفيدوا كل أسرة مصرية؟ أنا مش هعتبره للمرأة بس، أنا هعتبره للأسرة المصرية. احنا اعتمدنا على أكتر من حاجة. أول حاجة اعتمدنا عليها الست بصرف النظر عن مظهرها الخارجي، بصرف النظر عن مستواها الاجتماعي، بصرف النظر عن مستواها المادي. الست. فعملنا سيكشن مخصوص اسمه ست جدعه. ست جدعه دي انا بسلط الضوء على الست اللي هي قدرت تتحدى كل حاجه وتطلع في النهايه بنتيجه، يعني هي مش تتحدى وخلاص، لا، ان هي تتحدى وتطلع بنتيجه. فقدمنا نماذج من ستات لا يمكن حد كان هيسمع عنهم. لكن لما انت تقري لهم او تقري او تسمعي قصص حياتهم هتحسي ان انت في مصر. ما فيش ست مصريه تقدر تعمل كده. الناس دي رغم بساطتها ان هو قمه في الرقي، يعني الرقي انا في نظري مش معناه الشوكه والسكينه، لا، الرقي في ان هي بتتعامل الاخلاق. يعني وانت مهما تعرضي عليها من مساعده هي مش عايزه مساعده. هي عايزه حد يعرف هي عملت ايه. صحيح. فده وبتنشره ده، يعني ممكن اي واحده عندها اي قصه كفاح او قصه نجاح تبعت لكم تشاركوا بيها؟ احنا كان معانا يعني اكتر قصه نجاح شدت ناس كتير قوي كانت لدكتوره عبير عبد الحميد. تحولت من زوجه عاديه جدا لانها يعني رزقها ربنا بطفل معاق، عنده مشاكل في الحركه، عنده مشاكل في كل حاجه، عنده ضمور في المخ، مشاكل في كل حاجه. لما هي تتحدى كل القوانين الحسابيه وكل القواعد الطبيه وتفقد جوزها بسبب ان هي مصره انها تعالجه، فجوزها ينفصل عنها تماما، اهلها يبتدوا يتخلوا عنها لانها عندها استعداد تصرف على الطفل المريض ده،
وثم هي تقوم تعمل ايه؟ تستمر معايا لمدة 18 سنة تحدد كل القوانين الطبية اللي قالت ان الطفل ده مش هيتحرك. حاليا هو بطل الجمهورية في السباحة. ما شاء الله الله، غير قصة كفاح جميلة طبعا جدا جدا ومفيدة لكل الناس الحقيقة اللي عندها يمكن نفس المشكلة او مشاكل تانية في حاجة تانية، انه لا مفيش حاجة اسمها لا، او مفيش حاجة اسمها مفيش امل. انا معايا تليفون دلوقتي على الهواء مباشرة من الكاتب الصحفي الاستاذ محمد المعتصم. الو الو، مساء الخير يا فندم، اهلا بيك. مساء النور. مساء النور حضرتك. يا تعرف فندم الاستاذ اللي معايا النهارده في كلام البنات ولا من بعيد لبعيد؟ الاستاذه اميره ديت، اولا هي يعني انا ليا الشرف انها مراتي، وليا الشرف ان انا اشتغلت معاها قبل كده في مكان، في اكتر من مكان. ايوه. وفخور بيها، صحفيه شاطره ومجتهده ومتميزه، ومن اوائل الناس اللي كانوا بيعتمدوا على الخيال. احنا دايما عندنا مشكله ان مفيش خيال دايما في الرؤيه، مفيش خيال في الكتابه، مفيش خيال في طرح الافكار. فانا من اول ما قابلت اميره وانا اكتشفت ان عندها رؤيه وخيال في الطرح كانوا دايما مدهشين. ايه الكلام الحلو ده؟ دي مكسوفه. يعني اميره مكسوفه. فده يعني دي يعني اميره بغض النظر عن هي زوجتي، هي صحفيه شاطره جدا جدا جدا. وانا فخور ان انا اعرفها. ايه ده؟ ده بيعكسك على الهوا ولا ايه يا اميره؟ ده بيعكسك على الهوا، يعني نعمل ايه ده؟ حبيبي ده حبيبي كل حاجه. على فكره استاذ محمد، انا لسه كنت قبل الهوا بقول لها استاذ محمد برضو معاكي من المؤسسين لموقع بيتنا، بتشتغلوا مع بعض ازاي؟ برضو مشيكي هو اللي مشيكي، هو اللي بيدي الاوامر وانت اللي بتنفذي، ولا الدنيا ماشيه ازاي معاكي؟ لا خالص، هي اميره هي اللي مسؤوله كاملا عن الموقع، هي اللي بتعمل كل حاجه فيها يعني. بس انا باعتباري يعني زوجها واعتباري صحفي، فما ينفعش يبقى في حاجه محتاجاها وما ساعدش فيها. بينكم حاجه مشتركه يعني، وهي يعني انتوا بتفكروا وتبقوا كرييتيف. الموضوع من الاي تو زد هي اللي بتديره، هي والزملاء اللي ثم لو احتاجوا حاجه انا بساعد، يعني ما عنديش مشكله خالص، يعني بالعكس يعني ببقى سعيد جدا. أكيد والله، أسرة جميلة جدا، ربنا يخليكم لبعض. بشكرك جدا أستاذ محمد المعتصم الكاتب والصحفي وزوج الكاتبة والصحفية الأستاذة أميرة فودة، شكرا لحضرتك. هرجع لك بقى تاني، وما شاء الله انت عندك زوج محفز جدا، يعني من الازواج فعلا اللي بيقولوا عليها نعمه ان هو بيحفزك وبيساعدك وبيديكي كده ايه دفعه لقدام عشان تكملي في مشروع الجميل اللي انت بداتيه. انا كنت محظوظه. ده حقيقي فعلا. ربنا يخليكم لبعض. مش عايزين حسد بقى، عشان مش عايزين تخرجي من هنا مبسوطه الى الابد. يعني موقع بيتنا طبعا في مجالات كتير جدا بتتكلموا فيها، زي الطب، زي الروشتات الوصفات الطبيعيه، زي المطبخ، زي اللبس، زي الحاجات دي. هل بتستخدموا او معاكم من ضمن كرو العمل متخصصين في المجالات دي؟ في كل حرف بنكتبه متخصصين. لا، في كل حاجه بنكتبها احنا من البدايه عايزين نقدم المعلومه الصح. بنتابع مواقع تانية كتير، بس مش بنتابع علشان نشوف هم عاملين ايه. لا، احنا بنتابع علشان انا اختلف عن الـ عن الـ عن الـ عشان تختلفي. انتوا كلمتكم دلوقتي امانه، انتوا في ناس عندكم فولورز بتاخد كلامكم ده ممكن تطبقه، سواء كان في الروشتات الطبيه او في حتى الوصفات العاديه. بمناسبه الكلام ده، انا حد عمل لي مفاجاه لطيفه جدا، يعني من اجمل المفاجات اللي حصلت من ساعه ما عملت الموقع. واحده زميله عزمتني على العشاء، فانا رحت فلقيتها بتقولي انا عامله لك مفاجاه. فطيب تمام. ايه بقى؟ فلقيتها عامله لي خمس او ست اصناف بالكامل من مطبخ بيتنا. الله. فقالت لي انا دي الاصناف جربتها وعملتها وعجبتني، فعشان كده انا بعمل يعني قررت ان انا اعزمك على العشاء واعمل لك الاصناف ديت. فطبعا دي حاجه بسطتني جدا جدا. لا انا بجد مبسوطه جدا كمان، لان واضح ان هي ما كانتش بتعرف تطبخ وعرفت تعمل الحاجات اللي انت بتعملها. كل دي حقيقه على لا واضح معايا، طالما مبسوطه قوي كده يبقى كده ان هي نفس الوضع يعني اللي انا ممكن ابقى فيه شويه. لا انا شكلي هدخل بقى بجد اخد وصفات من عندكم استفيد شويه. لكن خليني اقول لك انه كان في صحف منوعات زمان احيانا بتهتم جدا بالاسره وبالطفل وبالمراه، اختفت شويه. هل انت فعليا بداتي تعملي موقع بيتنا لانك رصدتي لقيتي ان الصحف دي اختفت او قلت جدا؟ هي مش اختفت، في حاجات كويسه جدا وحاجات محترمه جدا، بس هو ينقصها اللي احنا تميزنا فيه. مش الماده ومش التخصص ومش كل ده، ينقصها انها صحف. لكن احنا متخصصين، يعني هي ينقصها انها اللي بيخش بيشوف حاجات كتير بلس المراه. تمام. احنا لا.
انا قدمت لك يعني كل من الوجبة. اقصر الطرق الوجبه كلها كامله، فانا بخاطبك انت هتخشي على اي سيكشن هتلاقي حاجه ملمسه معاكي. حلو قوي. انت شايفه انه الصحف او المواقع اللي زي بيتنا اللي بتهتم بالاسره والطفل والمراه هي مهمه جدا، يعني ليها اهميه كبيره جدا في وجودنا او في حياتنا جدا جدا. في ايه؟ اولا التكنولوجيا الحديثه كلها دلوقتي ما فيش حد هيقرا كتير، هو كله ماسك التليفون، كله عايز وصفه سريعه على ممكن يجيبها من خلال التليفون وهو قاعد وهو ماشي وهو راكب وهو سايق احيانا. فانا بقدم لك ده، الموقع ميزته في كده ان انت بضغطه واحده هيجي لك كل اللي انت عايزه، بسيرش واحد عندنا على الموقع على الحاجه اللي انت محتاجها هتظهر لك بمنتهى السهوله. صحيح، انا معاكي جدا جدا ان كل حاجه بقت على الموبايل. كل والناس ما بقتش عايزه بقى يعني الكلام الكتير، هي عايزه المحتوى الصغير اللي بتستفيد منه بسرعه جدا وتخش تنفذه. مظبوط. صحيح. انت ناويه تستحدثي نظام جديد في مجال صحافه المنوعات ولا لا؟ انا اتمنى طبعا، يعني انا طبعا. هل في حاجه في الافق يعني موجوده طبعًا ولا طبعًا. يعني لسه برضو؟ لا طبعا، احنا لما طلعنا كان في بالنا حاجات اكتر من كده كتير، لكن احنا كنا متشوقين نشوف انتاجنا. والناس كمان اللي معانا، يعني احنا مش لوحدنا، احنا معانا تيم، في ناس فيه اول مره تشتغل وفي ناس فيه اسماء كبيره، كلهم شغلهم هايل وكلهم شغلهم رائع وكلهم كانوا محفزين لينا جدا، فكنا حابين نعرفهم نتيجه تعبكم فطلعنا. لكن احنا عندنا لسه حاجات كتير جدا، يعني لسه ربنا معاكم كل اسبوع تقريبا بنحط سيكشن جديد، يعني هتعملوا حاجه كويسه جدا جدا، لانه الحقيقه ده مشروع بيهم كل الاسره المصريه، والام دايما هي اللي بتدور، فانتوا يعني انتوا بتكلموا المراه، فالمراه دايما هي اللي بتدور على مصلحه اسرتها في كل حاجه. مزبوط. عرفيني على التيم ورك بتاعكم او الفريق العمل بتاعكم. احنا فريق العمل بتاعنا مقسوم نصين. كم حد، كم فرد معاكم؟ كتير. مش هتصدقي ايه، يعني احنا اللي نتجاوز العشرة. لا مش معقول. انا قلت مش هتصدقي، هتقولي رقم كبير. لا لا خالص. احنا اللي نتجاوز العشرة، بس هو في حاجه، الواحد لما بيشتغل باخلاص بيبقى قد عشرة. بس انتوا كده اكيد بتشتغلوا عدد ساعات كبيره قوي. احنا ما بنبطلش. يعني احنا 24 ساعه بنشتغل، يعني احنا حضرتك ممكن تخش على الموقع الفجر تلاقيني قاعده بحدث، تلاقي الصفحه كلها متغيره، تلاقي الموقع كله متغير، 6 الصبح 12 بالليل. لا احنا بنحدث كتير جدا في اليوم، بس الميزه ان كل حد عندنا بيشتغل بطاقه 10 افراد تانيين، فاحنا 100 بالعشرة اللي معانا. ما شاء الله. لا بس بجد فعلا مجهود 10 ممكن يساوي مجهود 100 لو هو فعلا بنتكلم على الاخلاص في العمل والضمير والحاجات دي كلها. وحابب دي اللي بيقدمه ولاقي تشجيع، والاهم من كده انه لاقي نجاح. انتوا مهتمين اكتر بالمراه المصريه والمراه العربيه عموما؟ بصي حضرتك، المراه مراه، يعني في كل مكان هي المراه مراه. يعني احيانا المعطيات بتختلف شويه. طبعا هي على طول بتختلف، بس يمكن حاجات في العادات، يمكن حاجات في التقاليد. واحنا ودي بعيد شويه عن العادات خالص. والتقاليد. بعدنا خالص، يعني احنا عندنا سيكشن اسمه سيرك في بير. سيرك في بير كله مشاكل. احنا فوجئنا من اول اسبوع معظم المشاكل اللي جات لنا مش من مصريين. طيب حلو جدا. يعني والله انتوا يعني سعودية، انا شايفه ان انتوا موقع متكامل، وربنا يوفقكم واشوفك ان شاء الله قريبا، وتكون العدد انتوا في اسبوعين عاملين رقم كويس قوي قوي، فان شاء الله انا بتمنى لكم كل التوفيق في موقع بيتنا ان شاء الله. ميرسي جدا يا اميره. شكرا. مشاهدينا، كان معانا الكاتبه والصحفيه اميره فوده، وهي مؤسسه موقع بيتنا اللي لو دخلتوا عليه هتلاقوا كل اللي انتوا عايزينه، كل حاجه سواء كان في الطب او في روشتات، وصفات طبيعيه، اكل، طبخ، لبس، كل اللي انتوا عايزينه. كلام البنات اكيد مش هيخلص النهارده، لسه معانا فقرات تانية. فاصل ونرجع لكم مره تانية مع نرمين، وهنتكلم عن احدث الوان الميك اب في افراح 2018 مع خبيره التجميل ساره عثمان. استنوني.